أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما صحة هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلالا في المنام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذه الجفوة؟ ألا تزورني؟ لا أعرف هذا، وهذا إن صح فهو خاص ببلال رضي الله عنه. وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تشرع لمن كان بالمدينة، أما أنه يسافر لزيارة الرسول، زيارة قبر الرسول، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا غيره، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، ولأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يسافرون، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم، ما قال ايتوا وزورون وصلوا عند قبر، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يرتاد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف عند كوة مفتوحة على القبر ويدعو، نهاه عن ذلك وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى. وذكر له هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن من وصل إلى المدينة أو قدم من سفر فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور البقيع، لأن هذا ما يكون مقصودا بالسفر وإنما هو تابع. أما أنه يسافر بقصد الزيارة هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز السفر إلا إلى المساجد 3 فقط، ما يسافر للقبور ولا يسافر للمساجد غير 3، لأن المساجد في الأرض كلها سواء إلا 3 هذه قد فضلها الله على غيرها من المساجد، فالعبادة فيها أفضل من العبادة في غيرها. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فهي تقصد لأجل هذا الفضل، وما عداها من المساجد فالصلاة فيها سواء. نعم.